اليوم احنا متواجدين في سيدي بوسعيد، عدد كبير من الجالية التونسية المقيمة بالخارج موجودة لهنا. بطبيعة الحال المنفس للتوانسة خاصة اللي يجيو من برا يمشيو لسيدي بوسعيد، لأنه هي الوجهة السياحية الأولى في بلادنا، معروفة على المستوى العالمي سيدي بوسعيد وما أدراك. لكن اليوم وقت اللي نقابل في الجالية الناس كل تحب تحكي على الأمور الأمنية وعلى المشاكل وعلى اللي صاير في البلاد، خاصة وقت اللي يقول لك انا ما نحبش نجي للبلاد، نخاف شنو ينجم يصير، يخافوا من البراكاجات، يخافوا من ما ينقلوا في وسائل الاعلام منهم بلا قناع. كل مره نحكيوا على جرائم، نحكيوا على كذا، لكن الشيء هذا ربما يوصل رساله سلبيه للجاليه. وانت مقيمه قلت لي في فرنسا. انا مقيمه في فرنسا وعندك ما تحكي برشا، خاصه على الامن في بلادنا. عندي ما نحكي على الجال، على اللي يهبط في المطار يخاف، امراه واحده ولت تخاف، اولادنا ما عادش مروح لتونس، برشا بركاجات. واحد النهارين جاء ألمانيا عرضوه بركوه وقتلوه، عليه يقتلوا فيه، عليه مش جاي لبلادنا هنا كينا باش يحب يحوس ويحب يعمل مشروع، عيب كيفك. يزم الأمن يعسوا على الناس طالعين من المطار واللي مشوا في الطريق واللي خايفين ياسر ياسر. نحب نسألك، وانت تحوس تبارك الله وراء الكاميرا، نحوس مع ولد اختي ومع ولدي سيدو، والامور مريقله لهنا ولا الحمد لله تو بروبليم ما الحمد لله. من الواحد انا كيف انا واختي خافوا، شفت شي حاجه؟ ما شفتش حد شيء. خليني نحب نسألك يا حاجه وجاوبيني بصراحه. انت تعيش في مارسيليا؟ في مارسيليا فما جرائم قتل ولا لا؟ لا انا عندي 45 سنه في فرنسا، جامي نهار واحد عرضني ونحى ليا، حتى من با قال لي هكا دزني بصبعه، نطلع وحدي وندخل وحدي وعايشه وحدي فرنسا. فما دي كارتي برشا في فرنسا موجوده فيهم جرائم اسمع قتل، اسمع وموجوده اسمع فيهم يكذب اسمع اكثر من ما موجود في تونس. شوف ثم كارتي نتاع دروك، ما هوش نتاع قتل باش يقتلوا ولا يقتلوني انا ولا يقتلك انت، هاوم على الناس الكروسات مش هاوم عليان. اما هنا مسيبين على بعضها، هنا الجاي من فرنسا يعرضوه والجاي من المانيا يعرضوه، مش الكل ماهوش شاذ يحفظ ولا يقاسوا عليه. والله يا محمد انت يس بلادنا باهية، كيفك انت بلادنا باهية. كل مرة جيت جبت ولد اختي، ولد اختي ميت وجيت مروحة في المطار، باعوا لي بلاستي وكان مش ولد اختي مش خلوني في المطار. ما صدق نهز الوحدة البي نتاعي، قالوا لي كنا البي للطيارة سي ما عادش فيها بلاصة، وخمس بلايص كدخلت نلقاهم في الطيارة وبيعوا لي بلاستي والباجاج نتاعي مخلص عليه، نزادوا نحوا لي دو كادر، قالوا لا تنجمي تخليهم هنا في فرنسا. نو سي ترو ياسر ياسر. عندك فيها الحق وقرصه فيها كبيره الحق على التونسيين. وي وي لانه الحقيقه معناتها فما برشا مشاكل. وي وان شاء الله المسؤولين يسمعوا فيك حاجات كيما هكا. انا نحب نوصلها للرئيس، والله لو كان يسمعنا الرئيس ان شاء الله يسمعها الرئيس الحكايه دي، راهم في المطار يعملوا فيه بياجات للناس كيفك. انا نحب نوصلها للواحد، كيفاش بياجات يعملوا ياسر ياسر، يغنكوا في الناس في الواحد في بلايصها، ينحوا لك بلاصتك ويبيعوها لواحد اخر. كيفاش انا قاسب 250 تيجي يبيعها لي ب 300 ولا 400؟ نو ما يجيش منه كيفك. وي ثم برشا ترافيك. السيد الرئيس لك انت تتفرج فيها شوف هالحكايه دي. قول لي صح، خلينا نختموها بضحكه وحاجه دي. انت كي روحت للبريد شيخه ولا الحمد لله؟ والله معايا ولد اختي ومعايا ولدي يا ربي لك الحمد. لكن انا متغسس عليك وزدنا جينا محمد، وانا متغسس عليك في عزه. ها ها وشنو صغيرات وين ولادك؟ والله في فرنسا. قداش عندهم مراه؟ نعم معرسين. واحده عمرها قديش كرنتا؟ واحده عمرها 40 ما بدش تروح، عندها تو 14 سنه، الاخرى عندها 12 والاخرى عندها 10. يشوفوا الاجرام كيفك ما عادش يحبوا يروحوا. قل لي وهذا هو هنا بحذاك، فماش واحد يبعد على امه؟ نا وين يبعد؟ انا عايشه غادي مش عايشه هوني. نرى ماشي واحد يقعد سنين ما يجيش لامه؟ نعرف على فرع على تونس وبالحق ما يحبوش. وي امنا تونس لا فيريتي، امنا تونس وبيه ونحبوها وانا نحب تونس لا فيريتي. اما عبدها لا فيريتي ولات فيها الاجرام، الناس ولات تخاف ما نكذبش عليك. انا هاني نعرف ما نخافش، نجي نلقى ولدي، نجي نلقاك انت في الطريق كيفك تضمني. اما انا الصخره نا لو الاولاد قالوا لي كنا ما عادناش نحب نروحوا، يعرضوا المطار الماني جي السيد الرئيس راهو الماني جا من المانيا وعرضوا ليه بانديه وذبحوه وقتلوا كيفك حال. فباش نقولها كيفك هي الحكايه عندها سنوات هذه، مش نهارين حطوها في المحاكمة توا صارت، اما عندها سنوات الموضوع هذا قديم. ان شاء الله شوف ان شاء الله عندها 100 سنه باللي جاينا واحد براني الماني فرنساوي بلجيكي يلزم نرحبوا فيه كيما عهد الزين. خوي
عاد زين احنا فيها مين؟ انا من كنت هنا في تونس قعدت 4 سنين فيها نمشي وحدي تيلا القصرين تونس بنزرت نسافر وحدي، تو ما نجمش نسافر وحدي. انت من تيلا؟ انا من تيلا قصرين. قصرين ثم كسرني يخافوا، ثم كسرني ما يخافوش.